في هذا اليوم الجميل المشمس اللطيف ومن هذه التاون الصغيرة. أمام هذا التوك توك المليء بالخطوات. واحدة من أجمل القرى الإنجليزية في كوتسوت. أول من سكن هذه القرية هم شعب البيكر في العام 1900 قبل الميلاد. أهلا وسهلا بكم في برودواي. This is where you get like Boughton on the Water, Moreton in the Marsh, Stow on the Wold. So all of these are very much. And then there's tiny, tiny little villages all in between there. طيب حياكم الله مرة أخرى من هذا المكان الجميل ومن هذه القرية في وسط إنجلترا في كوتسوودز أو برودواي. بنمر من خلال هذا المسار الطويل حتى نصل إلى منتصف القرية ونراكم هناك. انظروا إلى هذا الشارع الذي في الخلف، هذه ليست فوتوشوب، هذه صورة حقيقية لمكان حقيقي وقرية موجودة في وسط إنجلترا، وهذه البنايات بهذه الأحجار الذهبية أو الملونة باللون الذهبي هي موجودة فقط في هذه المنطقة في برودواي في كوتسوودز في وسط إنجلند. المكان يستحق فعلا الزيارة والقدوم إلى مثل هذه الأماكن، وخاصة في هذا الفصل، فصل الصيف، والأجواء هذه الرائعة الجميلة المنعشة. نستمر، هيا بنا. عند المشي في شوارع القرية تكتشف الكثير من المباني التاريخية التي لكل واحدة منها قصتها الخاصة التي ترويها. هذا أحد المحلات القديمة ويبيع ورود وأشياء جميلة بصراحة. شوف هذا السطح أو السقف الجميل لهذا المبنى. طيب هي فقط توقفنا في هذا المكان لنعطيكم فكرة عن هذا المبنى الذي بني في العام 1608. هذا هو التاريخ الفعلي لبناء مثل هذا المبنى الجميل الرائع، وهذا عبارة عن مجموعة من القش عمره تتجاوز مئات السنوات. شوفوه الآن، هذا عبارة عن قصب. كم من الوقت تتوقعون يستغرق استبدال هذا القش أو القصب على أسطح منازل برودواي؟ بحسب هات أوف إنجلاند تاتشا يمكن أن تدوم ما بين 15 إلى 40 سنة إذا تمت صيانتها بشكل صحيح. أما هذا المبنى الذي أمامكم فإحدى العاملات فيه أخبرتنا بأنه كل 25 سنة يقوم بتغيير هذا القصب. وكانت في زمن الرومان تشتهر بالصوف أو ما يسمى بالصوف الذهبي، وكانت من أهم صادرات هذه القرية. هذا المحل فيه مجموعة كبيرة من الأصواف الإنجليزية الأصلية. كما ذكرنا برودواي فيليج منطقة أيضا هي تشتهر
الصناعات اليدوية. وأجمل ما في هذه القرية هذه المحلات الصغيرة، كما وتشتهر برودواي بمحلات بيع التحف. نحن هنا الآن وكأنك في مزرعة فيها هذا السيكل عليه البصل. طبعا هذه السيارة هي الأشهر في برودواي في هذه المنطقة، سيارة قديمة تجدونها في كثير من مقاطع اليوتيوب أو كثير من الصور للسواح وزائري هذه المنطقة. عرض هذه المنتجات المحلية لسكان هذه المنطقة بشكل جمالي أنيق رائع نظيف ومرتب بهذه التفاصيل الجميلة. من داخل هذا المحل الإنجليزي الأصيل، هذه هي الطريقة في عرض الخضروات والفواكه، طريقة تقليدية أو الطريقة القديمة، ولا نكاد نجد هذا الستايل في كثير من المدن في هذه الأيام إلا في مثل هذه المناطق الريفية القديمة. طيب نعطيكم فكرة فقط لصناعة هذا الحصان. الحصان هذا صنع من بقايا قطع حديدية غير مستخدمة، قطع خاصة بالسيارات، حديد غير مستخدم بفكرة الريسايكلينج. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع. لا تنسوا الاشتراك في القناة، وفي أمان الله.